قدري محال أن ترى صدرا أحن. أم ربت طفلا يتيما ولدها، زوجها توفي وما عندها إلا ولد صغير، وكانت فقيرة وكانت تشتغل عشان تربي هذا الولد. من حر مالها درست ولدها في قرية فقيرة وهي فقيرة، ودرست ولدها وكانت الأم عوراء عندها عين واحدة. الصغير ما يفهم، لكن يشوف الأولاد عنده في المدرسة لما أمتي تاخذه ولما ترده من المدرسة، لما يطنزون شوف أمك شوف عيونها شوف. الولد وهو صغير كان يتأفف، لكن لما كبر شوي كان يتمنى أن أمه ما تجي المدرسة عشان ما يتفشل والناس يطالعون أمه ويقولون أمك عورة. كبر شوي كان يقول حق أمه، يما لا تجي للمدرسة أنا أروح وأرجع. حتى قام يقول لها يما ترى أنا ما أبي الناس تدري أنك أمي عشان لا. والأم تبلع، الأم تنفق من مالها، أم تشتغل علشان ولدها، شو عندها في الدنيا غير هذا الولد؟ كبر الولد تخرج اقبلوه ببعثة لأنه كان علامته قوية وكانت الأم مهتمة فيه. سافر والأم كانت تنتظر رسائله على أحر من الجمر. رجع بأعلى شهادة وصار دكتور، وأرسل إلى بلد ثانية علشان يشتغل وصار من رموز البلد. والأم عوراء، تزوج وما قال لها، يا بعيال والأم ما تدري عنه. بعد سنوات قررت جمع فلوس وتسافر له في البلد. لما سافرت له طقت الباب تبي تسوي له مفاجأة، أمك العجوز اللي ضحت بحياتها علشانك جاية تزورك اليوم. فتح الباب شاف أم العوراء العجوز موجودة، والعيال عنده خافوا من المنظر، خافوا من شكل الأم. قال لها ما الذي جاء بك؟ قالت أنا اشتقت إليك يا ولدي، ظننتك ستفرح. قال رجاء لا تأتي فإنك تخيفين أبنائي، رجاء لا تزوريني، ترى عيالي ما يتحملون هذا المنظر. يبي يتبرى من أمه. أمه رجعت إلى بلدها، جلست تبكي وظلت أياما، أصابها القهر والمرض، كبرت بالسن سريعة، مرضت وماتت. فجاءه الخبر أن أمك ماتت. رجع بعد وفاتها، جاء البيت والجيران أو الأهل عطوا وصية، قالوا له هذه وصية أمك. القصة حقيقية ولا رمزية أنا ما يهمني، لكن شوفوا العبرة. أعطوا الورقة، قالت له يا ولدي مهما فعلت فإني قد رضيت عنك، لكن أردت أن أخبرك بأمر. لما ولدت يا بني لم تكن لك إلا عين واحدة. فقال لي الطبيب نستطيع أن نزرع له عين أو يظل أعورا طوال عمره. فقلت بل نزرع. قال لن يتبرع له أحد. قلت أنا أتبرع له بعيني. قالت يا بني يا من سئمت من منظري وشكلي ما كنت عوراء إلا لأجلك حتى ترى الدنيا بعينين سليمتين. يرفع إيده على أمه، يتفل بوجه أبوه لأمه، يصرخ عليها كأنها شغالة عنده، يصرخ على أبيه كأنه واحد خادم عنده. هؤلاء الناس لو عرفوا جرم أفعالهم والله ما عاشوا يوما إلا وقبلوا أرجل آبائهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.